السيدات اللي راهم يشاهدوا في برنامج صباح شروق لمسة جمال حضر اليوم بحضور لميس. مرحبا بك لميس. مرحبا بك لطفي، صباح الخير عليك، صباح الخير عزيزاتي المشاهدات. كل عادة عندنا كل خطرة أستوس جديدة لكم إن شاء الله. اليوم راح نعلمكم كيفاش تقدروا تحصلوا على فون دو تان كريم في الدار وحدكم. تبعوا معايا. نبداو بالمقادير. عندنا كريم نيفيا، ما كانش سيدة ما تعرفهاش، وعندنا فون دو تان بودغ. اي نوع تاع فون دو تان بودغ عندك، سواء فونسي ولا كلير ولا ما يهمش. وعندنا لو تالك بيان سور. الوغ نبداو لو ميلونج تاعنا. عندنا هاد الفون دو تان بودغ هادي نحيناها كيما راكو تشوفوا، جبتها ان بو فونسي بالعاني هكذا، باش ومن بعد الا حبينا نديروها بلو كلير على العاده على حساب لابو تاعنا تبدا تزيد في فوالا في الكريمه في النيفيا هي اللي تعطيها الكلير. اكزاكتومون، نديرو هاد لو فون دو تان بودغ هادي كيما راكو تشوفوا، نعطيو لها شويه نتاع نيفيا، كريم نيفيا. فوالا. اي كريم مرطب؟ اي نو نو، لازم لا مارك هادي. وي اوكي، لازم نيفيا. فوالا كيما راكو تشوفوا هكذا نخلطو تخي تخي بيان. راح نتحصلوا على اون كريم. الوغ كل سيده على حسب باغ اكزومبل تحب لو فون دو تان تاعها تكون ثقيله كثر، ما تكثرش الكريم هذه اللي درناها. والطالك واخا تستعمل دوك نتحدثوا على الطالك الاخ لطفي. خلطه واحده اخرى هو كيما راك. نو نو ماشي خلطه واحده اخرى. دوك نهضروا على الطالك. فوالا نزيدوا هنايا شويه لا كريم. فوالا فوالا. لازم على كل سيده تخلط، يولي متجانس المزيج، يولي كامل متجانس. اكزاكتومون كيما راكو تشوفو، كلشي يدخل في بعضو هكذا. فوالا فوالا. وهنا كاينه حاجه نوصي بها كل سيدات اللي تخدم هاد لا كريم هادي، لازم تحطها في اون بواط وتغلق عليها وتحطها دائما في مكان بارد، ومن الاحسن يكون في الثلاجه. فوالا كيما راكو تشوفوا تحصلنا هنايا على اون كريم. فوالا هنا بالعاني انا جبت الفون دو تان تاعي جبتها فونسي نيميرو 3، تسمى الفونسي كاع يتيك في لي فون دو تان. فوالا راكو تشوفوا هاي لا كريم تاعنا. هنا كل ما حبينا باغ اكزومبل نتحصلوا على لون بلو كلير على هذا اللون اللي رانا فيه، نزيدوا لو تالك. لو تالك هو اللي يغير في درجة اللون، يغير في درجة اللون. وكل ما نزيدوا تالك نزيدوا ايضا فاتح شوية لا كريم. اوكي، راح يكون اللون افتح اكثر. فوالا فوالا هكذا كيما راكو تشوفوا. مستحسن لو بول اللي يكون عندك سيدتي اللي تخلطي فيه يكون شوية كبير. هنا هذا اللي راهو عندي شوية صغير، مي بون لا علينا، حتى تتحصلي تخلطي جيدا حتى تتحصلي على اون كريم. هنا راهي ثقيله بزاف، هنا تنفع كي تكون ثقيله تنفع تغطي كاع لي طاش اللي كاينين في الوجه، ولا باغ اكزومبل سيده عندها دي طاش برون ولا حبت تغطيهم، عندها هالات سوداء حبت تغطيهم، كي دير هاد لا كريم هادي تخليها عاقده بالبزاف، تخلطها تخي تخي بيان وراح تغطي لها بنسبه 100% كل العيوب اللي في لو فيزاج تاعها. ومن بعد راح تشد هذاك البيوتي بلوندر تاعها، تحط هذيك لا كريم هذيك كيما راكو تشوفوا هكذا وتابليكيها على الفيزاج. فوالا فوالا سيلكم هنا في يدي. نعاود ناكد هنا درتها فونسي بالعاني باش اشك فوا السيده توزنها على حساب لو تان تاعها، وراهي بزاف ثقيله. بزاف من السيدات تقول لك انا ندير الفون دو تان لو فيزاج تاعي ما يغطي لي والو، مانيش مليحه من هاد لو كوتي، كاش فون دو تان شويه ثقيل يغطي العيوب. الوغ انا اليوم عطيت لك الحل سيداتي، راح تغطي العيوب اللي في الوجه تاعك 100% بهاد الطريقه هذه. نوصي برك السيده كيما سبق وقلت تخبي هاد لا كريم هذه في الفريجيدير ولا في مكان جد وبارد. ان شاء الله نكون قدرت نفعكم اليوم سيداتي العزيزات، تابعونا في حلقات قادمه بحول الله. نتمنى ان كل سيدات استفدنا من خلال هذا الموضوع اللي اختارته لهاتي الصبيحه لميس خبير التجميل. شكرا لك. العفو.